بداية يعني لابد هيك كلمة ضمير إذا صح التعبير إنه يقول أنا بالنسبة إلي مقدمات الجديد خاصة اللي بتكتبها مريم البسام إلها الفافوري أو الميدالية الأولى عندي بكل التلفزيونات. بعد هذه بنت إلا تلفزيون جديد. أما وقت بلغ حسب ما عرفت إنه سن الـ20 هذه مش المرة الأولى اللي بلتقى بواحد عمره 20 سنة وبعد ما بلغ سن الرشد. عدة مرات حاصلي حتى البلد كله كل شباب لبنان مثلا ما قالوا الحق يصوتوا إذا كان عمره 20 سنة. فهذا يمكن العذر للتلفزيون الان تي في إنه يصير عمره 20 سنة وما يبلغ سن الرشد بهذا الموضوع. إن شاء الله مع حرية الإعلام التي دائما هي مقدسة سنتجي بنلاقيكم بوضع أفضل. مش معناتها إنه كل الأمور المطروحة الآن على الان تي في كان موضع انتقاد مني، لا، في برامج إلى تقدير كبير، ولكن عم بحكي بمحطات كتير مهمة بالنسبة لموضوع الوحدة الوطنية وعدم إيجاد فتنة خاصة ضمن الطوائف والمذاهب. لرئيس مجلس إدارة تحسين خياط، يعني شاب رأسي ولا تحين مشيبي وعجيب الزمان غير عجيبي. قد يشيب الفتى مش هيك هو، وقد يشيب مش فتى هو، ولكن يعني بيطبع عليه شعر ليس غريبا أن يرى النور في القضيب الرطيب. أكثر من هيك ما بدي أقوله. يلا هجموا لأن ما بدكم بعد.